السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في برنامجنا المعتاد مجربات من الطب البديل. أمراض الجهاز الهضمي بين قوسين القولون العصبي وعلاقته بالقلب، علاقته بتسارع ضربات القلب. قبل لا نبدأ بموضوعنا بنحب ننوه انه احنا ان شاء الله راح نطرح الموضوع، نطرح المشاكل اللي بيواجهها الانسان، الاعراض اللي بتصيبه والطريقة الصحيحة في العلاج. راح نطرح الطريقة الصحيحة في العلاج باذن الله. خليك معنا للاخر ولا تزهق ولا تمل منا. وما انسى اذكركم اللي ما اشترك في قناتنا هذه، قناة الحقيقة الصادقة، يا ريت يشترك في القناة، يفعل خاصية الجرس، يحط على اول خيار اللي هو الكل عشان توصلك كل معلوماتنا الجديدة اللي بنحكي فيها. ولا تنسانا بإعجاب بتعليق إن شاء الله، ما بدنا نطول بالموضوع. القولون العصبي إخواني هو طبعا هذه مدونة من إحدى المدونات اللي أنا كتبتها، وهي أصلا معروفة عن جميع الأطباء، يعني هذه المعلومات متدارجة، حتى مريض القولون العصبي يعلم ما سأقول ويعلم أن الخطأ منه شخصيا والعلاج بيده شخصيا، لا تحتاج إلى طبيب ولا تحتاج إلى أدوية، لكن خليك معنا وحب حب علينا. الآن إخواني الكرام، القولون العصبي اللي بيشكي منه معظم الناس هذا برجع لسلوك غذائي. السلوك الغذائي عند الناس بكون سيء، اللي أنت بتدخله بثمك هو اللي بيعمل لك المشاكل في بطنك. ضبط أمور الأكل بتزبط أمور المعدة، معروف متعارف عليه هذا الكلام. القولون العصبي يرتبط ارتباط مباشر بالقلب، لا تستغرب من هذا الكلام. بيجيك مريض قولون عصبي بقول لك عندي خفقان في القلب، بحسه سريع، تسارع في ضربات القلب، هذا من القولون العصبي. ليش؟ لأنه القولون العصبي بيطلع غازات، الغازات هذه بتضغط على الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز بدوره بده يضغط على القلب، فالقلب عشان يعوض المساحة والنقص هذا بيزيد تسارع ضربات قلبه لحد ما تخلص من الغازات الموجودة في بطنك. طيب شو كمان في مشاكل ممكن نواجهها من القولون العصبي؟ الإمساك، الإمساك المستمر مع الإنسان، الحدة، التوتر، المزاج السيء، ارتجاع المريء، الحموضة، هذه كلها من مشاكل القولون العصبي. العصب السابع أيضا، اللي معاه عصب سابع يراجع القولون العصبي رح يلاقي إنه مشاكله من القولون العصبي. طيب خلينا نبدأ نشوف شو لازم نعمل عشان نتغلب على القولون العصبي. أولا إذا إنك موافقني بالرأي، هو نظام غذائي سليم. منظبط أمور الأكل عنا، بزبط أمور القولون العصبي. جربها من أول أسبوع راح تلاقي الفرق. يعني ما بدهاش روحها عند القاضي. من أول أسبوع راح تحس بالتحسن. أولاً اللي بنصحك فيه، ابتدئ نهارك صباحاً بكأس من الماء، كاس أو كاسين من المي فاترة. قسم وجباتك ثلاث وجبات، وجبة الإفطار، غداء، عشاء. العشاء بعد الساعة 6 أو الساعة 7 عند صلاة العشاء ممنوع تأكل شيء، خلاص آخر وجبة العشاء. بعد كل وجبة بربع ساعة كأس ماء على ملعقة خل تفاح طبيعي واشربه. أيضا ملعقة زيت زيتون بعد وجبة الغداء، تحديدا الغداء خذ ملعقة زيت زيتون. أكثر من الألياف، وأخص بالألياف هنا الخس، كثر من الخس قد ما تقدر، كثر من الخس. بين الوجبات لو تناولت تفاح خيار ممتاز جدا. بعد العشاء إذا جرسك الجوع صحن سلطة، خيار، بندورة، خس، جرجير مع معلقتين زيت زيتون، وكل
لكن لا تأكل لا خبز، ابتعد عن الخبز نهائيا. وأنا بنصح في هذه الفترة إنك تبتعد عن خبز القمح نهائيا وخبز الشعير نهائيا ولا أي نوع من الخبز. إذا بدك وبدك ترد على نصيحة أخوك أبو الأمين، تناول خبز الشوفان فقط. خبز الشوفان أفضل شيء، خبز الشوفان. الآن أكثر من الأسماك، خلي السمك بديل للحوم. اللحمة اجعلها حصة واحدة أسبوعيا، 200 جرام 250 جرام قطعة لحمة أسبوعيا. الدجاج مش شرط كل يوم تأكل دجاج، استبدله بالأسماك. لابد بدك تأكل دجاج شقفة واحدة اللي هي مثلا الفخدة السفينة، مش تأكل نص دجاجة وتأكل دجاجة وتقول والله عندي قولون عصبي. طبعا بتكون عندك قولون عصبي. ابتعد عن الوجبات الجاهزة، الوجبات الجاهزة شاورما سكالوب برجر، كل هذه الأمور ممنوعة. العصائر، العصير اللي مش طبيعي هذا اللي بتشتريه من الدكان، العصير بساوي عندك قولون وحرقة. البيبسي، الغازات ابتعد عنها. القهوة اشرب فنجان صباحا، وإذا بدك فنجان بعد العصر أو مساء فنجان فقط. أكثر من الشاي الأخضر، أكثر من الشاي الأخضر، اجعل الشاي الأخضر مشروبك الطبيعي. بعد كل وجبة قلنا بنتناول كأس ماء صباحا، كأس ماء، وعند النوم قبل لا ننام بنتناول كأس ماء، بنجيب كأس ماء زي هيك وبنشرب كأس ماء. لا ننسى الرياضة، لا ننسى الرياضة. الرياضة، المشي صباحا لو مشيت ربع ساعة، مساء لو مشيت لك ربع ساعة. أنا ما بدي أثقل عليك وأقول لك نصف ساعة صباحا ونصف ساعة مساء، عارف الكل بده يروح على دوامه، بتروح بتصلي الفجر بالجامع وانت مروح مشي لك قصدر لك ربع ساعة مشي سريع. بس تكون مروح تروح على صلاة المغرب، وانت مروح من صلاة المغرب مشي لك ربع ساعة، بعد صلاة العشاء مشي لك ربع ساعة. المشي، المشي ممتاز جدا جدا. طيب مثل ما احنا شايفين يسبب القولون العصبي الشعور بالقلق والتوتر للعديد من المرضى، ويرتبط القلق بتسارع ضربات القلب، حيث أن حالة القلق وتسارع ضربات القلب موجودة بشكل مترادف تقريبا، يمكن أن تسبب أعراض القولون العصبي تسارع في ضربات القلب بسبب الضغط الذي يتراكم على البطن أثناء الهضم، حيث يمكن أن تسبب الغازات الناتجة عن القولون العصبي وأحماض المعدة الزائدة ضغطا زائدا على الصدر، مما قد يؤدي لتسارع في ضربات القلب لتعويض هذه المشكلة. وللحفاظ على وظيفة القلب طول فترة الضغط الناتج عن القولون العصبي، يمكن أن يضغط غاز المعدة الزائد على الأعصاب، ركز معي، اللي منها العصب الحائر أو المبهم. نسيت أقول بالنسبة للأكل، امضغ الأكل جيدا. إذا بتزلط زلط بدك تلحق مباراة، بتفكر حالك بمسابقة أثناء الأكل، خايف حد يسبقك، واحد وراك بعصاي لاحقك، انسى الموضوع هذا. امضغ الأكل جيدا. يؤدي ترك القولون العصبي دون علاج تأثير على نظام القلب، اللي ما بتعالج من القولون العصبي بيأثر على نظام القلب والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى خفقان القلب أو تسارع ضربات القلب. والسبب هو أن القولون العصبي يمكن أن يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية المهمة لانتظام عمل القلب. إذن القولون العصبي، المعدة ما بتستفيد من الكالسيوم، البروتينات، الفيتامينات، البوتاسيوم، وهذه كلها مواد ضرورية لعمل القلب. يؤدي القولون العصبي إلى فرط نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء، بتصير عندك البكتيريا الضارة بكثرة في الأمعاء، وأيضا يؤدي إلى الالتهاب التي من الممكن أن تؤدي إلى أمراض القلب. الوقاية من تأثير القولون العصبي على القلب تشمل الأساليب التي يمكن أن تساعد في تقليل تواتر حدوث تسارع ضربات القلب على الآتي: أولا، التوقف عن شرب الكحول، الحرص على التقليل من كمية الكافيين،
في النظام الغذائي المتبع عن طريق تقليل كميات المشروبات المحتوية عليه خلال اليوم. يعني القهوة، الشاي قلنا بنستعيد عن بنستعين أو بنستبدله بالشاي الأخضر، المشروبات الغازية بننهيها نهائيا، والعصائر الغير طبيعية بننتهي منها. الإقلاع عن التدخين وتجنب استخدام المنتجات المحتوية على التبغ أو النيكوتين لأنها تعمل على زيادة التوتر مما قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب. ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، ينصح قبل البدء بذلك مراجعة الطبيب لتحديد أنواع التمارين. أفضل شيء أنا بنصحك فيه المشي، المشي ولا يعلى عليه. تجنب تناول الأطعمة والأغذية المهيجة للقولون أو الأطعمة المسببة لخفقان القلب. أنت بتعرفها، بتقول والله الملوخية مثلا، يجاني كثير الملوخية بتساوي عنده قولون، ابعد عنها بالفترة اللي بنتعالج فيها. البندورة ابعد عنها، الزعتر والزيت ابعد عنه لحد ما نخلص العلاج. الحرص بشكل عام على تجنب الأنشطة البدنية التي قد تسبب تسارع ضربات القلب. ركاب يعني بالفترة هاي لحد ما نخلص من الكرش ونخلص من القولون العصبي، ما في داعي للركاب. الحرص على التحكم في مستويات ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، اعمل تشيك كامل. استخدم مكملات البروبوتيك لاستعادة البكتيريا المعوية الصحية، هذه ما في داعي تستخدمها الآن، هذه إن شاء الله بس تنظم الغذاء مثل ما أنا قلت لك لحالها بترجع البكتيريا النافعة. زيادة كمية الألياف التي تتناولها إلى 30 جرام أو أكثر يوميا. الألياف اللي هي مثل الخس، كثر من الخس. تقليل التوتر، يمكن ذلك من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء، يعني هذه للتأمل واليوغا، يعني ما حدا فاضيلة فبنقول لك مشي، امشي. المشي بيساعدك على تتخلص من كل أنواع التوتر، امشي وما عليك. يمكن أن تختلف أعراض القولون العصبي بشكل كبير من شخص لآخر. يعاني بعض الأشخاص من أعراض شديدة بينما يعاني البعض الآخر من أعراض أقل تأثيرا على حياتهم. تشمل الأعراض الأخرى الأكثر شيوعا على الآتي: هناك بعض الأعراض، ألم مزمن في منطقة البطن وأحيانا بتحس بالخواصر من وراء، والذي قد ينجم عن الحركة غير المنتظمة في عضلات الأمعاء، والتي تشمل على الإصابة بالإسهال أو الإمساك أو مزيج من كليهما أو الإصابة بعسر الهضم، ونظمناه إحنا بالغذاء. حرقة في المعدة، انتفاخ في البطن وزيادة في انتفاخ في إنتاج الغازات، الغثيان، صعوبة البلع، زيادة الغازات ونقصان في الشهية. إذن هذا ملخص لما أنا شرحته. في صندوق الوصف بالأسفل ستجد رابط لفيديو لعلاج القولون العصبي اللي أنا ذكرته، اللي هو زيت الزيتون، معلقة زيت الزيتون وخل التفاح الطبيعي مع الماء. هذه التركيبة تسمى تركيبة 8 في 8، رح تلقى الوصف بالأسفل. تشتمل على زيت الزيتون المتبل بالأعشاب الطبيعية وخل التفاح الطبيعي المتبل بالأعشاب الطبيعية لمن أراد. ستجدها إن شاء الله بصندوق الوصف. يا ريت أنه نستمع لهذا الفيديو مرارا وتكرارا حتى نتعلم ننظم نظامنا الغذائي. وهذا على فكرة مش مفيد فقط للقولون، أيضا للتخسيس، اللي بده يخسس وبده يشيل الكرش، هذا مفيد اللي أنا حكيته. علاجك بإيدك، لا هو طبيب ولا هي كبسولة ولا هي عملية، علاجك بإيدك. ضبط أمور ثمك، سكر الثم، تضبط أمور المعدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.